السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا اليوم في وصفة أخرى من شهوة الحاد جاز مع أم سعد. كي كيبان لكم هنا اللوز كاوكاو غادي والعسل والزيت، ما عنديش زيت أرغان، حطيت غير زيت البلدية ولكن نوعية جيدة. إن شاء الله اليوم غادي نديرو أملو باللوز وكاوكاو مخلطين والعسل بيان سور والزيت البلدية زيت الزيتون والملحة. هادو هما المقادير. عندي كاس ديال الكاوكاو بقشورو، كاس ديال اللوز حتى هو بقشورو، غادي نحمرهم بجوج. وعندي هنايا غادي ناخذ 4 المعالق ديال العسل، وغادي ندير من هنايا الزيت حتى يطلق ليا على حسب لا تكستور اللي بغيتو ديال هذاك املو وشويه ديال الملحه. هادو هما المقادير. غادي ندوز دابا ندير اللوز وكاوكاو في الفران. الفران انا شعلته، دايره فيه غير 100 درجة. غادي ندير فيه اللوز وكاوكاو، غنخليهم واحد 10 دقائق حتى لربع ساعة، تحيد منهم هذيك الرطوبة، وغادي نطلع على طومبيراتور ل 150 ولا 160 ونخليهم يتحمروا، ونبقى نطلع ليهم مرة مرة لا يتحرقوا ليا. تعرفوا الفران ما تيكونش مقاد العافية ديالو من جميع الجوانب. غادي نبقى نحركو مرة مرة حتى يتحمر، ما خصوش يتحرق وما خصوش يبقى ليا خضر، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا من بعد ما حمرت الكاوكاو وحمرت اللوز، راه باقيين سخان، غادي نطحنهم باش يطلقوا لي داك الزيت ديالهم، وان شاء الله ونتلاقاو. هنا من بعد ما طحنت هذاك اللوز والكاوكاو كيجي على هذا الشكل، هذا راه باقي سخون، غادي نزيد عليه شويه ديال الملحه غير شويه. غادي نزيد تقريبا شي 4 المعالق ديال العسل. بسم الله. هاي هاد العسل فين نحل لا. من الاحسن تكون عندكم عسيله لذيذه حره، ولا ما كانتش اللي ما توفرش عنده راه ممكن يدير غير السكر كلاصي. بحال انا اليوم ما توفرش ليا، ما توفرش ليا الزيت أرغان، غادي ندير الزيت البلديه. راه مغسلي يدي حيت تعلكات ليا بالعسل. دابا غادي نبقى نزيد في الزيت البلديه شويه بشويه. بسم الله. غادي نبقى نزيد ونخلط ونتلاقاو ان شاء الله. الاملو ديالنا من بعد ما خلطت معاه الزيت، الا كتبغيوه جاري اكثر من هكا زيدوا فيه الزيت البلديه، الا كتبغيوه هكا صافي راه مزيان. تقريبا خدا ليا واحد الكاس ديال الزيت، حيت انا مالفه كنصوم ما كنعبرش، دونك اليوم تقريبا خدا ليا كاس، دونك كاس ديال اللوز وكاس ديال الكاوكاو وكاس ديال الزيت، 4 المعالق ديال العسل او لا حسب الرغبه، واش كتبغيو حلو بزاف ولا لا، وواحد القبيصه ديال الملحه. ولا بغيتوه يكون صحي اكثر ممكن تزيدوا فيه حتى الزنجلان، ممكن تزيدوا فيه نسيت واحد زريعه الكتان، ممكن تزيدوا فيه زريعه الكتان باش يجي صحي اكثر، ولا سمي كياكلوه كيستافدوا منه. الفيديو ديال اليوم سالات، كنتمنى تعجبكم تجربوها، راه سهله وما كطلعش غاليه بالمره، ما كطلعش غاليه ولذيذه بزاف، حسن داك كنخشرو من الزنقه. رائع بزاف. ديروا لايك، ديروا اشتراك، بارطاجيو مع صحابكم، ولا كاين شي تعليقات مرحبا بكم. ما تنساوش انا غادي نوريكم كيفاش كيجي مني كنديروه في خبيز. بسم الله. يجي على هذا الشكل مع الخبز، مع البغيوش، مع كاين اللي كيعجبو، مع كاين اللي كيعجبو مع البغرير، كيجي زوين مع اش ما درتو. ها هو كيجي زوين بزاف. الفيديو ديال اليوم سالات، كنشكركم على التتبع ديال الحلقه ديال اليوم ديال املو، وفي فيديو اخر ان شاء الله.